كفته معزوم عند خالته عايشه. وياسر؟ ياسر مرتبط عند خالته منيره. ها شوكوش؟ شوكوش معزوم عند خالته عفت. ورا ما علمونا ان اليوم العالم الخالات، ترى روح ناكل خالتنا هيا. الزبده وش زين بذولي انا الحافظات؟ من العصر انا اطبخ. ما عليك انا بدبرك. هذه الحافظه وشو؟ هذه جريش. وهذه؟ قرصان. اسمع، خل القرصان باخذها، والجريش عندنا ناكلها، اوكي؟ اوكي. يلا. السلام عليكم. هلا عليكم السلام. هذه حافظة قرصان عليكم بالعافية. وش المناسبة؟ المناسبة أنا وصالح حالنا بالاستراحة، فما نقدر ناكلها كلها. قعدنا نفكر نقول مين يا ولد؟ مين يا ولد نعطيه؟ المهم قلنا ما لها إلا استراحتكم، لأنكم قريبين أنتم والجار للجار. عسى ما حد كلم منها بس. لا والله ما حد أكل منها، بس غارفين بالملعقة. طيب أوكي، شكرا. عفوا. يا عيال ما بقيتوا لنا شيء؟ ولا بقينا ولا شيء. الجريش اكلنا انا وصالح، مسحناه مسح، والقرصان اعطيناه الفقراء والمحتاجين عشان نكسب اجر. طيب قوم يا صالح اطبخ مره ثانيه، لاني ما اكلت عند خالتي عائشه. اقول اطلب لك من حدا هالتطبيقات اللي انت تبي. طيب قوم افتح الباب يا صالح. ما تشوفنا العاب هدر انت. والله يا كفته مشخصنها معك، ماسكه معها عليك. تلعنوا من اللي بيجينا هالحزة؟ مو عادين أحد أنتم. أقول افتح الباب يا ياسر أنت ولا شكش. يلا بفتح. ألقم. جاي جاي. هلا ياسر. هلا ومرحبا. تفضل. صراحة الله يكثر خيركم ويغنيكم، القرصان اللي عطاني عامر كان مرة مرة لذيذ. عامر؟ ايه جعله بألف عافية. الله يعافيك، بس ممكن سؤال؟ سمي تفضلي. من وين طلبتوا هالقرصان؟ من صالح. صالح؟ أم صالح، أم صالح، هاي طباخة اسمها أم صالح. طيب تكفى عطنا رقمها، أنا والبنات والله جاز لنا مرة طبخها. رقمها؟ سجل عندك. أيوة عامر الأب، لا تخلي صالح البخيل يفوز عليك. صرت أنا الحين بخيل. جبت أكل معاك. عجل الحافظ الثاني للمحتاجين يا نصاب انت وياه. ها لو مو محتاجه كان ما اخذت القرصان.